وأشكر هيئة الدار البيضاء التي وفرت لنا هذه القاعة الجميلة. أشكر اللجنة التحضيرية التي بعملها الجماعي أوصلتنا إلى هذه اللحظة. شكرا لمونيك أرملة الفقيد ولابنه ياسين. شكرا فاطمة الإفريقي ورشيد البلغيتي اللذان شرفنا بتنشيط هذا اللقاء. شكرا للجميع. التقيت عبد الرحيم برادة لأول مرة بفضل أخيه الروحي صديقنا النقيب عبد الرحيم الجميل، فوجدت وراء صرامته الظاهرية إنسانا مرحا، واطنا ملتزما، محاميا قلما يجود السمال بمثله. في الجمع العام ديال ترانسبارنسي ديال جوان كلفوني بعد ما تم انتخابي كاتب عام لترانسبارنسي، كانت واحد التوصية باش نديرو تكريم ديال المرحوم فقيد عبد الرحيم برادة بمناسبة السنة الأولى بعد وفاته، الذكرى الأولى لوفاته. دونك وهذا الشيء هو اللي جعلنا أننا جينا اليوم باش نديرو هذا التكريم، والفقرات ديالو راها باينة، غادي تكون كلمات ديال الأصدقاء وديال المعتقلين السياسيين اللي دافع عليهم، وغادي يكون واحد الفيلم على الحياة ديالو، وغادي يكون واحد تقديم ديال واحد المؤلف ديالو مهم، بليدواغي بور ان ماروك لايك، لأن هذا الرجل ماشي فقط كان محامي، بل أيضا هو رجل مفكر ورجل اللي كيدافع على الديمقراطية وعلى العلمانية وعلى حقوق الإنسان، والعلمانية اللي ماشي ضد الإسلام كما كيفهموها بعض الناس. ولهذا غادي يكون تقديم ديال الكتاب ديالو من طرف الأصدقاء السي محمد الساسي ولطيفة البوحسيني. اليوم متميز لأنه جينا باش لهاد المناسبة ديال التكريم ديالو، ولي عظيم هو أنه في مكان دروجي يعني في هاد القاعة كنلقى الناس اللي كلهم كانوا قرب بزاف لعبد الرحيم، لأنه واحد الميزة ديال سي عبد الرحيم عنده صداقة مع الناس، وصداقة دائما وافية وحنان للناس اللي كان كيتفاعل وكيتعامل معهم. كان عندي أنا شرف بأنه قام بالدفاع عني في واحد المحاكمة في 73، ومنذ آنذاك يعني أصبحنا يعني أصدقاء العمر. واليوم يعني الوقت اللي كان نقول فين عبد الرحيم، يعني مازال كان شعر بأنه هو حاضر، مازال ما بغاش يجي حاضر، مهم هو حاضر، أنه ما يمكنش زي ما يعني نتصور بأنه ما كاينش. علاقة صداقة ولكن كذلك يعني علاقة دفاع على حقوق الإنسان. في عدة المناسبات قمنا يعني بعمل من أجل الدفاع على حقوق الإنسان بما فيه الدفاع عنه هو. يوم اللي كانت جمعية ديال قضات تهجموا عليه وكانوا طالبين يعني بالاعتقال ديالو، طبعا ذاك النهار وقفنا معاه زعما وقفة ولا بدا منها وما تعتقلش. في الحقيقة دي مناسبة ديال تشريف المرحوم، وهو في الحقيقة محتاج إلى أكثر من ذلك، وفي الحقيقة المعرفة ديالي عليه هي معرفة شيئا ما طويلة، وأساسا هو من بين المكونين ديال الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، وكان دائما في جانبها في جميع المعارك من ناحية القانونية ومن ناحية ديال المشاكل اللي تطرحت مع السلطات، لأن كيف كتعرفوا بأن الجمعية عانت في البداية من الاعتراف بها. هو في الحقيقة رجل قانون، رجل اللي كيدافع منذ سنين من بداية الاستقلال المغرب على حقوق الإنسان وعلى حقوق رجال اللي كانوا في المعارضة، وعنده سجل كبير في هذا المستوى. وكذلك هو رجل قانون دقيق، ومن بين الأشياء اللي كيتبين الامكانيات ديالو هو الكتاب ديالو اللي خرج، واللي في الحقيقه هو روعه من ناحيه ديال التحليل،
القانونيين بعض القضايا الاجتماعيه والاقتصاديه ديال البلاد. انا جو لو ميمور افيك بوكو دو نوستالجي والله يرحمه تو سامبلومون. موريس لو فيس دو pour ceux qui il est rentré pour la bagarre mon papa il est rentré pour la bagarre avec ces gens-là pour ces gens-là. Et j'ai ramené de la maison trois petits objets. Le premier, j'en ai déjà parlé à Paris lors de l'hommage qui s'est déroulé à la fondation Médic Mbarka. C'est la statue de Don Quichotte qui trônait sur son bureau dans son cabinet. Et j'ai déjà expliqué la petite anecdote qui a à voir avec ce qui a inspiré les combats de mon père au regard de la figure. Je lui ai cassé la lame, hein, du sabre.